السلام عليكم، معكم أيها فلوق دي أش الجديد من الجديد. مدينة مقدونيا في تركيا، صراحة المدينة جميلة جدا، فيها تقاليد جميلة. وتقع مدينة مقدونيا وسط جنوب تركيا، وترتفع المدينة عن سطح البحر حوالي على 120 متر. والصراحة مزيان الواحد يشوف ويكتشف المناطق الجميلة، ويكتشف كل واحد وتقاليد الآخر، كل دولة يشوفها وكل مدينة يشوفها. صراحة المدن مزيان الواحد يكتشفهم، لحقاش باش يعرف الإنسان كيفاش كيعيش وكيفاش. صراحة هاد الجولات اللي كنديرو صراحة جميلة جدا، لحقاش كتشوف مناظر خلالها، كتشوف مناظر خلالها، كتكتشف اللغة ديالهم كيفاش كيهضروا كيفاش كيعاملوا. هنا جينا اكتشفنا واحد المنطقة صراحة زوينة بزاف في تركيا، سميتها بوباكار، أي قلعة القطن، وتكتب أيضا باموكال أو باموكالي، موقع طبيعي في دينيزلي في جنوب غرب تركيا. وكنشكركم على مشاهدة هذا الفيديو الجميل، شكرا لكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي، ونتمنى لكم التوفيق، وشكرا جزيلا لكم. معكم ايوب فلوق تي اش، وشكرا لكم جميلا، شكرا جزيلا الشكر. ما تنساوش ديروا زر لايك وابوني باش يوصلكم كل جديد، وشكرا لكم جزيلا.